تغازل العصافير قضبانها، زنزانة لجلك كرها سجنها، دوق زينا حلاوة الزنازين. على برشها بتمد أطرافك، سجانك المحتار في أوصافك، مهما اجتهد ما هيعرف انت مين. في السجن ما بتشوفش الشمس غير وقت قليل جدا كل يوم، وبتستنى يوم الزيارة بفارغ الصبر. من ضمن الحاجات المؤلمة جدا للسجين انه يبقى محكوم عليه فترات طويلة جدا، وما عندوش اي فرصة انه يعرف ايه اللي بيحصل بره عند الناس اللي بيحبها او للبلد اللي بيحبها، الا عن طريق زيارة قصيرة جدا بتبقى مرة او مرتين في الشهر. في الاف جوه السجون المصرية اتحكموا محاكمات عسكرية واستثنائية، ما حصلوش على حقهم في محاكمة عادلة قدام قضيهم الطبيعي. انتهاك شديد للدستور وعدوان صارخ على حق وحرية الأفراد في إن هم يحاكموا إلى القاضي الطبيعي بتاعهم. الناس اللي محكوم عليهم دول بتفرق جداً لو حد سأل عليهم. ادخل على tahrirdiaries.org وبعت لهم جواب، أو يرسل تلغراف على 124 من خلال أي تليفون أرضي، ويدعم هؤلاء السجناء الذين يتعرضون للمحاكمات العسكرية. قول لهم إنك مش ناسيهم، قول لهم ان انت دايما فاكرهم، قول لهم ان في ناس بره السجن مش هتهدى غير لما تاخدوا فرصتكم في محاكمه عادله قدام قضيكم الطبيعي، لغايه ما تتاكد انهم هياخدوا حقهم في انهم يتحاكموا محاكمه عادله قدام قضيهم الطبيعي. من خلال التجربه التي خضتها قبل ذلك اقول لك لا تيأس، تحلى بالامل، تحلى بالصبر، وانك في وقت لاحق بعد ذلك سوف تكون خارج هذه الأسوار، وسوف يكون الذين قدموك إلى هذه المحاكمة داخل هذه الأسوار. قل لهم أخبار البلد، قل لهم إن الثورة مكملة، قل لهم إنك متضامن معاهم وإنك ضد المحاكمات الاستثنائية للمدنيين. برفض تماماً المحاكمات العسكرية وأي محاكمات استثنائية للمدنيين. قول لهم ان احنا كلنا ضد المحاكمات الاستثنائيه للمدنيين. قال الغشيم للورده خب اللون، ايش يفهم الطور في هوى البساتين؟ الشر في طرف الميدان يسكر، والفجر يطلع تحجبه العسكر، وانت بتكتب سكه للجايين. الثوره نور، واللي سرقها خبيث يرقص ما بين شهداء وبين محابيس، والدم لسه مغرق الميادين.